100%. نعم. بيقولوا كل شخص بيوصل إلى السلطة وإلى المال بيكون شخص مرتاح بحياته. حضرتك في سلطة وفي مال، في سلطة طبعا فهموا المشاهدين أنا شو بقصد، وفي مال وفي إذا بدك تصالح مع النفس. شو بعد بينقصوا نعمة فريم؟ شو بعد بينقصوا نعمة فريم؟ بلد يفتخر فيه. هل نحن فكرة بلد؟ فكرة وطن؟ أنا هون أنا عم نبش وعم نطلع بفكرة لنلاقي عن جد، لأنه الإنسان تيكون كمان هاي بالتحليل النفسي لحالي أنا مع حالي لقيتها، ما بعرف إذا توافقي معي الرأي أو المشاهدين، الإنسان تيكون بتوازن، بده بي وبده أم وبده في عنده متطلبات عاطفية تتكمل له عواطفه. نعم. أنا اكتشفت أنه كمان بده وطن. الوطن بس يكون ناقص بدماغك بيكون في شيء محل نقص. أنا بشوف الأجانب بكون عم بشتغل معهم، واحد فرنساوي، واحد إنجليزي، واحد أمريكاني، واحد يعني بيكون هو منه كتير ناجح ولا شيء، في محل بيكون في توازن كتير لأنه فخور أنه عارف براسه أنه أنا شقفي من كيان، من بلد مستقر مزبوط، ناجح يعني عنده بيفتخر فيه. لأن عنده اليوم بلد. اليوم نحن بدنا نقول نحن بدنا بلد اسمه لبنان نفتخر فيه. ما بدي أنا أفتخر باللبنانية واستحي بلبنان. طيب